أهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح. ثمة خطوات ينبغي للمرأة اتباعها لأداء مناسك العمرة، وفيما يأتي بيانها. الاغتسال ولو كانت حائضا أو نفساء، ثم تلبس ثيابها، وللمرأة أن تحرم فيما شاءت من الثياب على أن تستر هذه الثياب جسدها، ولا يجوز لها أن تتزين ولا تغطي وجهها بالنقاب ولا كفيها بالقفازين. ومن المفضل أن يكون الإحرام بعد تأديتها ركعتين فريضة، وأن تعذر فعليها صلاة ركعتين سنة الإحرام. التلفظ بالعبارات التالية بعد الصلاة وبصوت منخفض، والإكثار من الدعاء والتهليل والتكبير على طول طريق السفر، كونها من الشعائر اللفظية للنسك. وإذا كانت المرأة خائفة من عائق يمنعها من إتمام نسك العمرة، فعليها أن تقول بعد التلبية: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. تستمر بالتلبية والتهليل من لحظة الإحرام إلى أن تقترب من الدخول للمسجد الحرام. التوقف عن التلبية عند الدخول للمسجد الحرام وتقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وتدعو بالقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ويستحب أن تدخل بالرجل اليمنى. التوجه مباشرة إلى الحرم لتبدأ بالطواف من المكان المحدد، وتجعل البيت عن يسارها، وعند الاقتراب من الحجر الأسود تؤشر إليه بيدها، وتبدأ بالطواف 7 أشواط. ولا يستحب لها أن تزاحم الرجال، بل عليها أن تحرص على التستر والبعد ما أمكن عن تواجدهم. بعد الانتهاء من الطواف 7 أشواط، عليها أن تصلي ركعتين خلف مقام أبينا إبراهيم عليه السلام إذا كان ذلك متيسراً، وإذا لم يكن ذلك متيسراً فتصلي في أي مكان من المسجد. تقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون، وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص. تخرج للسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، مبتدئة بالصفا ومختتمة الشوط الأخير بالمروة، مع الإكثار من التهليل والتكبير خلال سعيها. بعد الانتهاء من السعي عليها تقصير بعض شعرها، وتكون بذلك قد انتهت من تأدية أركان العمرة. انتهى الفيديو، نرجو أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وشاركونا بالتعليقات.